اجراءات بالنسبه لنا احنا صيادله لي زوردونس يكونوا واجدين منا 10 15 مارس نفرقوهم على الصيادله، والاجراءات يبداو 5 ابريل. التخوف تاعنا نشوف باللي اخواننا الاطباء ما همش جاهزين، ما همش مهيئين، وما همش فاهمين هذا المرسوم الجديد. يتلقوا الصيادله والاطباء وجهاز الامن، فيها عناصر من جهاز الامن، فيها عناصر من القضاء، وهذا رانا نتحاوروا نشوفوا كيف كيفيه تطبيق المرسوم الجديد هذا اللي رايح يوضح ويمد كل جهه مسؤوله واضحه المسؤوليه تاعها واضحه بالمرسوم الجديد. اليوم الدراسي لهذا الاسباب اللي نظمناه باش كل جهه تكون كل المسؤولية تاعها تكون واضحة. يدخل هذا اليوم الدراسي في إطار تعريف الصيادلة والأطباء بالقانون الجديد اللي يخص كيفية التعامل مع المواد اللي عندها تأثير على الجهاز العصبي ولا الجهاز العقلي، سكون أبيل بسيكوتروب. الهدف منهم أنهم يتأقلموا مع القانون الجديد هذا اللي راح يطبق، ياخذ يولي سائر المفعول ابارتير دي بريمي ابريل، من اول ابريل، واي انسان مش راح ينفذ ويطبق المواد اللي كان فيه راح يتعرض الى متابعات قانونيه. الهدف منه ايضا انه حمايه المجتمع من اضرار الادمان على المخدرات ولو ديتورنومون تاع الميديكامون ديفان توكسيكومانياك.